قصدي مش عيب، بس لازم تعرف عشان تنبه الاجيال القادمه جيل وضحينا بيه. طب والباقي؟ المشكله بقى ايه اللي بتحصل في السجاشن؟ معظم اللي بيخش لكم يعني دكاتره ما بيعرفوش او ما بيسالوش على طب دول عايزين ايه؟ فتلاقوا السكشن اتحط في وادي والامتحان بقى لنا في وادي تاني، ودي مشكله. فلازم تكونوا عارفين ايه النقط بتاعه الفايبريشن معايا بالذات، دي نقطه مهمه. في نقطه ثانيه، انا عارف مثلا قوه الفايبريشن في المره الاولانيه غير المره الثانيه. لا دي ما بيعتمدهاش. وبمناسبه الفايبريشن والهيرنج، عشان برضه ما انساش، دكتور شكري بيسال السؤال عن الفيزيكس اوف ساوند. يا جماعه الكلام ده عارفين الحته الاولانيه بتاعه الهيرنج؟ انا هريح، انا لما كنت طالب وانتوا دلوقتي طالب، دايما الناس كلها نتكلم بصراحه بتبتدي مذاكره الهيرنج منين؟ بسيبوا الانترودكشن الاول، بسيبوا المقدمه، كلنا كنا بنعمل كده، قول اه. ايوه اه صح. بسيبوا المقدمه، ايه اكسترا ميتاس واستاذ ينسون، ده كلام بتاع اعدادي وثانوي. نركز الاول ميكانيزم اه هيرنج. يجي دكتور شكري، انا بامانه كل سنه كنا بنقول الكلام ده، انا كل سنه لغايه السنه اللي فاتت، يا جماعه بتذاكروا دي عشان ابقى صريح معاكم، لغايه السنه اللي فاتت دكتور شكري مسك ولد في حته، قال له ايه دي؟ قال له ده في ريفو، قال له استخدامها فايبريشن اند هيرنج. قال له طب تعالى بقى في الهيرنج، ممكن تقول لي يعني ايه ساوند؟ الولد بيبص لدكتور شكري باستغراب، ساوند يعني ساوند؟ صوت يا دكتور، ايه ساوند؟ صوت حضرتك، صوت. في حته في الفيزيكس اسمها ريري فاكشن، او بالعربي في التخاذل. مش الصوت ده بيمشي في طبقات في الجو؟ بيعمل حاجه اسمها تخلخل الطبقات. ففي بقى مقدمه دكتور شكري بيحبها قوي، دكتور شكري من الناس الشاطره قوي عندنا زي ما انتم عارفين، بيسال في الفرق بين فريكونسي وامبليتيود. عارفين الحته الفيزيكس؟ يعني ايه فريكونسي؟ يعني يعني ايه امبليتيود؟ يعني ايه بيتش؟ يعني ايه ساوند؟ فالولد وهو بعد ما خرج، شفت بقى تاني يوم انا يعني كنت معرف ناس كتير، قلت له سالك في ايه؟ قال لي يا دكتور انا اللي انا فاكره ان انا قلت له يعني ايه تيوب؟ قلت له غير الاسئله، قال لي النور انطفى خلاص، ويا ريت حضرتك ما تسالنيش. فانا برضه غلس، رحت اسال اصحابي، هو ايمن سال في ايه؟ انا لازم اوصل يا دكتور ايمن اتطحن في الفيزيكس اوف ساوند. يرضيك كده؟ طبعا سكت وانا عارف انه ما يرضيش. ايوه كده حرام، يعني بيسالوا في حتت غريبه. وفي حته نبهتكم اليها، عارفين الكرينيال نيرفز؟ ايه اهم كرينيال نيرفز في نظركم؟ في الشل وطوع اكسترا اوكيو 3 و4 و6 والترايجيمينال وبس. كلنا كنا بنقول كده لغايه السنه اللي فاتت، لقينا دكتور شكري بيسال في الاولفاكتوري نيرف. عارفين انت هتغمض عينيك؟ مش احنا كنا بنقفل نوستري وقرب حاجه نشمها. سأل في حتة كل الطلبة بدون استثناء كسبها، باس واي اوف سميل. عارفين الحتة بتاعت التيست والسميل صفحتين يا جماعة تلاتة ورا، وبصراحة أغلبيتها هيستولوجي. أنتوا معايا؟ كل الناس بتنفض الحتة دي، هو راح سائل فيها، ويا ريت يسأل ويكسر. وتعرف كريم ريفورم منين؟ لا. وتعرف مش عارف ايه؟ لا. خلاص حضرتك لا. ودكتور شكري في عاده انتوا اكيد عارفينها، لو الناس في ناس هنا حضرت او اتحدت معاه، عاده ان هو بيجيب ورقه ويشرح لك. يعني هو الامتحان ساله يجيب ورقه ويشرح لك، وانت بتشوفيه والقلم بيتحرك على الورقه بتتحسري، والنبي ما تشرحش كفايه، اصل كل ما هيشرح كل ما هينقص. بس بصراحه اقول لكم الحقيقه، هو دكتور شكري ممكن يشرح سؤال ويدي درجه تاني. لو انت جاوبت معاه حلو، عايز يعرفك في الاخر معلومه للتدريس او للتدريب. يعني هو دكتور شكري درجاته حلوه على فكره، بس بيحسسك وانت خارج ايه ده؟ يعني حرام. دي اسئله بتتسال. في نقطه مهمه دكتور شكري بيركز عليها يا جماعه جدا جدا، الدراع بتاع تيونينج فورك القصير والطويل. مش انتوا عارفين تيونينج فورك في 512 في 512 وفي القصير الكتير ده يستخدم في ايه؟ لا 512 في الهيرنج، في الهيرنج 512 هيرنج. يا جماعه دي مهمه،
اسمع كتير وارجع براحتك اقرا زي ما انت عايز. في حته في الكتاب اسمها المايسنر حساس للترددات من 0 ل 80 والباسيميال من 80 ل 500. في ناس ساعات تقرا الارقام دي وتقول ايه دي مهمه في ايه؟ لا مهمه، مع الكلام ده مهم. نقول برضه من ضمن الحاجات الغريبه اللي بتتسال كتير، شايفين دي؟ ده يا جماعه كلنا عارفينه، ده بيستخدم في الفيجوال فيلم. ضروري تعرف اسم الجهاز ايه؟ بيريميتر. الكلام ده بيجي اصفي وام اس كيو بيجي عملي. طبعا انتوا عارفين الاصفي من السنه اللي فاتت. صور الجهاز بيتعرض على السلايدز، بس بصراحه الاصفي ما فيهوش خيانات. عارفين كتاب الاسم العملي؟ دكتوره فاتن بتجيب منه يا جماعه ده بجد. ولو اي حد راح سالها نذاكر الاصل منين ما بتخرجش بره الكتاب العمل. عارفين اصل يعني نص درجه العمل. فالكلام ده عادي. السؤال المهم جدا، نمسك الجهاز ده ازاي؟ بنحطه على المستوي. لازم امسكه احطه على الزايد ماتريك. ليه؟ عشان عيني تبقى في مستوى المرايه، عشان عايز اثبت عيني في حاجه واغمض عيني كده صح؟ هل انا دلوقتي لو واحد جاب قلم من فوق انا شايفه؟ يا جماعه انت ثابت عيني هنا؟ لا، يفضل يحرك القلم لغايه ما القلم ده انا اشوفه في الخيال بتاعي، عارفين الفيل؟ بتاعي. ايه غلطه الطلبه بقى؟ اول ما زميل سلندريك تقول انا شايفه، مش في ارقام هنا؟ تقول ان ده اسمه ابر فيلد وتسكتي. لازم اكمل حركه القلم لغايه نهايه الفيلد، عارفين نهايه المجال. ليه تفتكروا؟ جزء من الفيلد صح ممكن يبقى ديفكتيف سكوتوما. مين بقى اللي بتحب قوي الحركه دي؟ لازم تكملي حركه القلم. دكتوره بدعه يعني هي اللي عملت الكومنت على النقطه دي زمان، لازم تكمل. هتقولوا طيب مش السكوتوما ده باثولوجيكال بلايند سبوت؟ انت عليك في الامتحان تقولي باثولوجيكال بلايند سبوت. عارفين السؤال اللي وراه ايه؟ ايه برافو الله عليك. ايوه ما الاسئله كده، الشيء بالشيء يذكر. مين يا بنتي الفيسيولوجيكال بلايند سبوت؟ موجود فين؟ فاكرين البوكت ديس و3 مليمتر الكلام بتاع القلم. ازاي تعملي تيست ليه الفيسيولوجيكال؟ كانت في ورقه السكشن دايره وبلس كروس، كنتوا بتعملوا ايه؟ تخلي زميلك يبص مثلا على الدايره وتقرب الدايره والكروس لعينيه وهو مركز على الدايره لغايه ما العلامه الثانيه تختفي. ما انتوا معايا؟ دي نقطه مهمه بتتسال كتير قوي. في نقطه مهمه، الفيجوال فيلد ايه المرض اللي بيضيقه؟ مش الفيجوال فيلد بتاعنا ليه ابعاد ابر ولو نيزل وتمبر. امتى يدي؟ لا يدي قوي قوي قوي. ريتينايتس بيجمنتوزا. ما خلي بالكم من دي. ريكونتراكتد فيجوال فيلد. والسؤال دايما بيتسال كده. ايه الاسئله الثانيه؟ السيمي فيجوال فيلد. عارفين الابر واللور والنيزل والتمبر. عارفين عامل زي المقلب كده يا جماعه زي النص. وتيجي تحددي الابر بقى ليه زاويه، اللور بقى ليه انجل، وتوصلي لاربع نقط. يعني هتعملي زي عارفه تعملي علامه البلس العادي هنا الزيرو، عارفه متقسميها زوايا 15 30 45 60 لغايه 90. هنا كده ايه؟ ده ابر. اللي فوق الهوريزونتال ده الابر، واللي تحت اللور. تشوفي بقى الابر كام واللور كام والنيزل والتمبر، توصلي لاربع نقط في بعض. عن طريق البريميتر. بالظبط عن طريق البريميتر. في سؤال اتسال زمان خض الناس، يا ابني لو ما عندناش بريميتر ايه التجربه اللي نعملها جنب السيرفر؟ اسمه قلته ايه؟ قلته فيس تو فيس، بس اسمها كونفرونتيشن تيست. كونفرونتيشن يعني ايه؟ هقعد على بعد 60 سم منك وافتح عيني وانت تفتحي عيني وحرك صباعي مثلا من فوق، بس انا عينيا مركزه في عين البيشن. انا لما اشوف صباعي انت كمان تشوفيه. لا
بيسموها كونفرونتيشن المواجهه. ده السؤال اللي بيتسال. نذاكر ايه من النظر دي؟ فيجوال فيلد. وفي استاذه عندنا اسمها دكتوره هدى بتسال في حته اناتومي انتوا عارفينها. عارفين كوادرانتالوبيا؟ في سوبيريور وفي انفيريور. السوبيريور ده امتى؟ لما اني فايبرز تبوظ، والانفيريور لما اني فايبرز. كده انتوا معايا؟ دي اسئله يا جماعه تقليديه لازم تتعرف. نيجي بقى حاجه ثانيه. ايه ده؟ هو احنا ليه قلبنا سبيشال سنسرز كنا في موتور؟ ما هو دي اهم حاجه على الموتور. مفيش حاجه ثانيه؟ لا هو بصي السربنا بيتذاكر صعب. التستات والليجنز يعني هتعيشوا سربنا. هي دي اصعب الحاجات. دكتور ممكن حد مثلا دكتور يقول لنا نقلده الجيتس مثلا او حاجه؟ ما هو دي النقطه اللي انا كنت لسه هقولها بس بعد التجربه دي، انك تقلدي الجيتس. دكتور ايوه عارفين ليه تقلدوا الجيتس؟ لان في فيديوهات على اليوتيوب بجد فيها تقليد الجيتس. عارفين الدرانكن جيت؟ المفروض ان الدرانكن بيعمل الحركه دي. وفي نقطة دايما هي بتتسال، ايه الفرق بين درانكن وزجزاج جيت؟ يعني ايه الفرق بين دي ولاد جيت؟ دي يونيلاترال ودي باي لاترال. يعني يا جماعة النظري بقى بيور. اليونيلاترال اللي هي زجزاج جيت والدرانكن تبقى باي لاترال. بس مش ده موضوعنا. في بقى مرة دكتورة شادية كويس انت فكرتيني، قالت البنت ايه؟ قالت لي غوريلا جيت. قالت لها ولد الغوريلا جيت. اجمل حاجه عارفين حوار بين اتنين، واحد بيتكلم فيسيولوجي عالي قوي وواحد تاني بيبص له باستغراب قوي. قصدها ايه كلمه غوريلا؟ هي الغوريلا دي بتبقى رقبتها كده ولا كده؟ كده. جماعه الغوريلا مش بتبقى في اكشن اتيتيود. عارفين الغوريلا دي تبص لمين؟ باركنسونيزم. هي عايزه البنت تعمل ايه؟ تعمل تبني راسها وتعمل شافلنج جيت فقط. ده اسمها غوريلا جيت. بصراحة أنا ما عرفتهاش في حتة، بس هي الدكتورة شادية خدناها منها سامعني. غوريلا جيت أنا ما عرفتهاش مكان، بس ده سألته. لازم تبقي عارفة إزاي اللي عنده هيموبليجيا بيمشي، أو يعني بيقف إزاي. سيموفلكسنت، ولازم يبقى عارفين الهيب عامل سيركم ضغط عشان كده. مش عارف أقلدها قوي يعني. الهيب بيبقى واخد زاوية معينة ونلاقي ان الانكل بتاعه نازله لتحت، يعني ده الوضع بتاع السيركم دكشن جيت. ليه هي بتعوز ان انتوا تقلدوا الجيتس؟ لما كانت هي في المحاضره زمان كانت بتورد فيديوهات كانت بتحاول تقلدها على الستيج. ودكتور بدعه كانت بدعه ودكتوره بدعه كده. طب ده كويس. الدكتوره بدعه خدتها من دكتوره شادية. دكتوره شادية الاكبر. فعرفت الطلبه ايه سبب الانهيار؟ يعني الناس ليه متضايقه؟ طبعا انتوا عارفين في مكتب الدكتوره شادية ولا مش؟ لا انا عارفه. كنت انا اصلا منتهي في المكتب بتاعها بس كان معاه. عشان اريحكم، عارفين انتوا المدرج المشاهد؟ بتقعدوا تقفوا فيه. في طرقه دي الطرقه الجميله اللي في القسم، عارفين اللي فيها السكاشن؟ اللي فيها الدكتوره شيهان والدكتوره لبنان، عارفين بتبقى على الشمال. دي طرقه روعه. لما تنزل على السلالم بقى وتدخل من جوه ربنا معاك. يعني ادعوا وقول يا رب بجد. هنا بقى دكتور بيقول اللي بياخد فوق هنا بيبقى دكاتره ثانيه، واللي بياخد تحت بيبقى الدكاتره اللي قدام او كده، ده صح؟ لا يعني عامه كل واحد في مكتبه، مفيش حد غير مكان. يعني هو يعني امتحنت في مكتبه. قصدي الناس الكبيره كلها الناس اللي بتاخد. ايوه للاسف. يعني للاسف بيبقى هو دي اسئلتها اللي هي بتسالها. في نقطة مهمة بقى نرجع لدكتور شوقي، كل واحد عايزين الكلام كتير. يا جماعة مش هنطرش العادي، هو بيتضايق من كلمة طرش. بان طرش. بان طرش. من سنين طويلة، بس قبل ما استلم بقى، السؤال ده أنا عرفته، إيه استخدامات الطرش؟ الطرش ممكن تستخدمه كذا استخدام. نير فيجن، صح؟ ده استخدام، في استخدام تاني؟ لايت ريفلكس. لايت ريفلكس. في استخدام تاني؟ ستيريو جنوزس. عارفين ال فاميليار اوبجكت. عارف الفاميليار اوبجكت. يعني هو دكتور شوقي بيحب يحط كذا استخدام. النقطة بقى أنا عايز أركز عليها عشان ما أطولش كعملي كنظري. لازم أنت لما تيجي تفتح هل تطلب من زميلك تحط إيده؟ في السكاشن الماضية. أيوه كانوا بيقولوا كده.
دكتور شوقي دي الفجوه بقى. دكتور شوقي عارفين رايه ايه؟ كلنا كنا بنقول كده زمان عشان دايركت ولا اندايركت؟ لا قال مش فارق. هقول لك ايه؟ النوز از اناتوميكال سيمبتوم. يعني لو انت فتحتي الدوش وحطيتي الضوء كده، هل يا ترى الضوء هيخترق النوز ودي اناتوميكال بول ويروح للعين الثانيه؟ لا. فهو شايف ان دي يعني نوع من انواع اللي هو ايه؟ تحنيكه، يعني مش مستاهل. انت ليه خليت زميلك يحط ايده في النص معترض تماما على دي؟ الباقيين كلهم بيقولوا ماشي يعني تجاوزا خليه يحطها. الحاجه الثانيه اللي دكتور شكري معترض عليها وقلتها في احد السجاشن، السنتر بتاع اللايت ريفلكس هو ايدنجر فيست فالي نيورونز. عارفين ايه ايدنجر؟ هو معترض على بري تكتل. فاكرين بقى بري تكتل؟ ولو انتوا عايزين تصدقوا كلام روحوا سلموا. يعني كل حد خرج من عنده السنتر اوف لايت ريفلكس يا دكتور اي دبليو ان، احنا بصراحه مش مقتنعين. قلت له ولا اني في النظر بري تكتل مش هو بيشغل الاي دبليو ان في الميد برين؟ ما هو لو باظ البري تكتل مش هيشغل اي دبليو ان، مش هيشغل الاي دبليو ان، ما هو باظ. وين هو ليه مقتنع بدي؟ الله اعلم. يعني دي الحاجات الغريبه. دول الاثنين. في سؤال تاني بقى سأله السنه اللي فاتت، بس ده عايز طالب ذكي قوي شاطر قوي. يا ابني قول لي الفرق ما بين تاثير المورفين على العين، لو انا حطيت مورفين ولو انا حطيت بايو كاربين وايزيرين. نمسك واحده واحده، المورفين بيعمل ايه في البيبي؟ بيضيقها. ازاي؟ انهبيشن للكورتكس. طب ولما انا اقف الكورتكس تضيق ليه؟ ارجع للنظر، الكورتكس في العادي كان عامل انهبيشن للاي دبليو ان. لو انت شلت الانهبيشن اللي عليه يرجع يشتغل، صح؟ في بقى كلمه عايز اقولها جديده، معرفش سمعتوا عنها ولا لا. اي حاجه في الدنيا دي قاعده كان عليها انهبيشن وراح بقى ريليست. يعني ايه؟ عارفين ريليز في نومينا؟ معرفش سمعتوا عنها ولا لا. يعني ايه ريليز في نومينا؟ حابس، انا حابس واحد اطلقت صلاحه، انت كنت عامل انهيبيشن على مكان وفجاه الانهيبيشن راح. الريليز في نومينا اسئله الدكاتره الكبار زي الدكتور لمير، الدكتوره شاديه، هاني، الناس دي بتسال في ريليز في نومينا، لان يعني دي حاجات تقليديه. ازاي انت محدش قال لك على الاسم ده؟ عارفين بمنتهى البساطه؟ عارفين الابر موتور نيورون ليشن؟ طب ما هو ريليز سيرون. هتقولوا يعني ايه؟ مش فاهمه. معظم السيجنالز اللي نازله على الانتيريور كورتكس انهبيتوري ولا اكسايتاتوري؟ انهبيتوري. لو انا قطعت التراكت ده يبقى الانهبيشن مش هيشتغل، يبقى مين اللي يشتغل؟ اكسايتاتوري. طبعا انا فاهم ممكن الناس تبص لي باستغراب، وازاي الاكسايتاتوري يشتغل وانت التراكت قطعته؟ برافو. فاكرين الريتيكولار فورميشن اللي موجود في البونز بيشتغل لوحده؟ لو انترنسك اكتيفيتي، ما يهموش بقى التراكت اتقطع او لا، انا كده كده شغال. يا جماعه دي نقط مهمه جدا. في نقطه ثانيه عايزين برضو نركز عليها، برضو بتتسال في السبيشال سيلز، المقارنه بين الراس والكونز. وبيتسال السؤال تاني اربعه، سمعت عن البكينجي سامسون ايمج؟ ده بيتسال مع النيو فيجن. عارفين الشمعه؟ ايوه. هاجيب الشمعه وتبص عليها في الضلمه وتعمل ثلاث صور، سيبكم من ده كله. اول ما تجيب الشمعه وتشرحي يروح نقلك على سؤال تاني. ايه الفرق بين البكينجي سامسون والبكينجي شيفت؟ ايه البكينجي شيفت ده؟ قالوا لكم في المحاضرات دكتور عبد الحميد قال ان انت ممكن لون تشوفه الصبح بوضوح، تيجي الليل ما تشوفوش كويس. عارفين زي اللون الاحمر، الورده الحمراء علمونا زمان واحنا طلبه، الصبح تشوفها في الجنينه ايه؟ واضحه، لون احمر باين. انزل في نفس المكان على نفس الورده دي الحمراء هتلاقيها سودا. عارفين الويف لانس بتاع الكالرز بيختلف، اليومينوزيتي الصبح بالليل. ايه اللي جاب سيره السواء
سؤال بيركينجي، عارفين المقطع ده. فدي كلها اسئله لازم تكون مستعدين ليها كويس جدا. يعني حاجه ثانيه برضو اللي بتتسال من ضمن التجارب دي، سؤال مثال بقى دكتور شكري، عارفين التجربه بتاعه العلامات؟ يا جماعه السين بيسال سؤال رائع، الراجل ده سيرته جميله قوي. لو جبنا راجل 50 سنه مشان 20 سنه وقعدناه على بعد 6 متر من العلامات، عارفين 3 و3 تمام؟ هل في فرق بين الاثنين؟ ولا لا؟ في ولا مفيش؟ في فرق. الاجابه مفيش. عارفين ليه؟ 6 متر مش ده فار، مش الاولد ايج مشكلته مش الفار، مشكلته في النير. الاستيستي اوف ذا لينس بتتعب في الحاجه القريبه، انت حطاها في اختبار فار مش نير فيجن، فهما الاثنين واحد. عارفين في التست ده يا جماعه انتوا معايا؟ ده سؤال بيسأله مهم قوي. والسؤال الثاني اللي بيسأله هو انت ليه شفتي السي مفتوحه فين؟ مش انت عرفتي تميزيها يمين شمال فوق تحت؟ يا بنتي ميزتيها ازاي؟ عشان في اللي كنت بتقول برافو، لان كل نقطه بدايه ونهايه السين ستيميت 1 كول سيبريتد باي ان سيميوليتد كول اللي هي 1 تو 1 كونكشن. الحته دي مهمه لو انتم تحصلوا الاسئله ما فيهاش فكره تسميع. طبعا الناس فاكره بقى ايه؟ سمع الفيجوال اكيوتي وسمع الفيجوال قلب، لا مش داخل اسمع. بصراحه هي دي اهم النقط بصفه عامه. في نقطه ثانيه عشان برضه ما انساش في اخر حاجه بجد هقولها، هو اخر حاجه احنا بنحاول بقدر الامكان نقول ان الوقت ضيق. يا جماعه الدرماتومز تتذاكر صم، تحفظوا الدرماتومز صم. ليه تحفظوا الدرماتومز دي؟ لان دكتور الكريني ده برضه استاذ تاني عندنا في الاسم كان بيسال في الدرماتومز. عارفين الرسمه بتاعت السكشن؟ جبنا واحد من قدام ومن ورا وقسمناه، ده مش عارف سي 5 مش عارف ال 1 2 3. جاب هو عمل حركه غريبه من سنين من زمان، جاب الورقه دي وحطها على سكانر في يعني صوره ضوئيه ومسح منها الليبلز وقال للبنت ايه؟ انا هسالك سؤال عملي سهل جدا، سيبك من العملي، انا عارف يا بنتي ان هو العملي صعب، انا عارف انه صعب. قالت له طب حضرتك السهل ايه؟ قال لها اكتبي لي ليه للدرماتوز اون ذا فرونت اند اون ذا باك وهديك الدرجه النهائيه. طبعا ايه قالت يعني يخرب بيت كده يعني؟ طب وليه؟ طب ما الثانيه كانت اسهل. هو يا بس حد عنده اي اسئله؟ اي اسئله ثانيه يا جماعه؟ يا ريت، عايز اطلب منكم طلب ليكم بقى، اي اسئله هتعرفوها تقولوها لي وتكتبوها. ليه بقى؟ لان فعلا بيجي السنه الجايه وده بجد، ده عشان تعيد الناس. اي حد عارف حاجه لازم يدخل ويقولها، لان صعب اكيد في اسئله كتير ما عرفتش توصل لها، لان صعب تعرف كل الناس سالت ايه، يعني ده مستحيل. لازم تكون عارفين النقطة دي مهمة أوي. في نقطة برضه افتكرتها معلش قبل ما أنسى، تعالى يا شريف. طبعا حتى مش هسجله بس أنا عايز أوضحها. فاديني يا جماعة السنس أوف البوزيشن. كنا بنعمل إيه؟ بنثبت الجوينت والدكتورة عندكم في السكشن بنمسك بين الجنب. طب ليه مش كده؟ يا جماعه كنا بنمسك من الجنب وشريف مغمض عينيه يقول لي كده تحت او كده فوق، مش ده اللي هو السنس اوف بوزيشن ممشى عادي. دكتور شكري قال جمله تحفه، قال ليه تمسك من على الجنب؟ لانه فين يبقى قدامي بقى بريشر، لا هو قال تفسير بقى فيزيكس، قال لما انت تمسك من على الجنب بتبقى الحركه اللي انت بتعملها بيربنديكولار على الاكسس اوف موفمنت. يعني انت لما تيجي تحرك صباعك يا جماعه من على الجنب، انت عايز الحركه تعمل حاجه زي حاجه تعامديه على الشغل بتاع الجوينت نفسه، على الجوينت عارفين ان هو الباسينيال كورباسل. جه دكتور شكري بقى عمل حركه السنه اللي فاتت، الولد اللي قالها لي، بص انا بقول لكم بصراحه انا ما كنتش عارف، مش كلنا بنعمل كده؟ يا جماعه انت تسال يوم في كتاب، الولد اللي عملها انا من فرحتي
قلت له بص بقى لازم ابوسك. ايه الجمال ده؟ دكتور شكري قال الطريقه دي مش عاجباني، انا عايز تعملي لي سنس اوف بوزيشن بطريقه ثانيه. جمعتوا معايا؟ مش انا بس انا بقعد جوين. بصوا بقى قال ايه؟ قال كده، هات الشيب صباعك. مش الحكمه انك تثبت الجوينت بتاع العيان بصباعك؟ قال لا، انا هعملها زي الصليب. ثبت الجوينت بتاعه على الاندكس، واجي بايدي دي احركه لتحت ولفوق. مش هي هي ولا لا؟ بس انا عملتها بطريقه ايه؟ الكروس. يعني جبت الجوينت اللي هو عايز ان انا مثلا اشتغل عليه، عايز اشتغل على الديستال، ثبت مين؟ الميدل، وحركت يا جماعه كده طريقه البلس. قال هي دي الطريقه اللي انا مؤمن بيها احلى. اراها في مرجع ماكلويد او حاجه كده، وفعلا دي الطريقه الثانيه للسنس اوف بوزيشن. مش انا وعدتكم النهارده بكلام عجب، هو ده الكلام الجديد، دي احلى الصيحه. يعني السنس اوف بوزيشن يتعمل ازاي؟ ودكتوره بدعه برضه عشان ما ننساش الموضوع، مش احنا كنا بنعمل البايسبس كده على شريف؟ قالت لا انا عايزه طريقه ثانيه. ايه الطريقه الثانيه؟ العيان هو نايم في السرير ممكن يعملها ازاي؟ انا قصدي لا معلش انا اسف، ترايسبس. كنا بنعمل ترايسبس كده؟ طب ولو نايم على السرير هتقدر تعلق ايده؟ قالت لا، يبقى كده ساند ايده على بطنه. فاهمين قصدي ايه؟ رايت انجل، وانت تضرب على الترايسبس تندر. يعني دي طرق تست، وفي طريقه ثانيه عايز اقول لكم عليها بقى، دي الحركات السوداء. مش احنا بنجيب يا جماعه الالم، المفروض ان الالم يجي منين؟ من القوس. طول عمري بقول كده انا وغيري، عشان ابقى صريح. جت دكتوره عندنا من ضمن الاساتذه المساعدين، قالت الطريقه دي غلط. قلنا لها ليه غلط؟ ما يلا بقى، مش لازم كل واحد، اشمعنى هي؟ لازم كل واحد يعبر. قالت لازم الالم يجي من اللور ايدج بتاع القش. يعني انا مش بجيب الماركر كده من على القوس من بره. قالت لا، هاتوا تحت اللور ايدج شويه. ليه بقى؟ عشان ما تعملش تو فيلز او اوفر لاب، حاجات كده غريبه بتتقال. قالت لازم يبقى من تحت. حتى في النير فيشن دكتور شكري اعترف، مش النير فيشن في السكشن، كنا بنقول لكم ايه؟ بص قدام واجيب لك انا فجاه عليك بتحول، عارفين هو الكونفرجنس. هو اعترض من الكلام ده، قال ايه الكلام ده؟ لا ولا دي. قالوا عادي خليه يبص لقدام، وانت تجيب لازم تكون مجهز القلم تحت الزايجوماتيك، عارفين تحت اللي هو الايدج بتاعها، وفجاه تطلعه قصاد عينه. يعني انت تكون مجهزه من اللور زايجوماتيك، عارفين من تحت، عشان انا متلمح لقدام عامل فيكسيشن. انا هجيب القلم كده وانت مش شايفه، طب ركز كده، وفجاه طلعه لك. طب ماشي، انا برضه ممكن لسه عامل فيكسيشن. ايوه دي الطريقه اللي هو عايزها. ما ينفعش نعمل لها اذا مش لا، بيعترض على دي. قال لازم يبقى فيها عنصر انها تبقى صادق، ما يكونش شايفه خالص مره واحده. طب ما انا هجيبها من بعيد مره واحده علشان الكونفرجنس يبان احسن. بس يعني دي وجهه نظري. يا جماعه انتوا لو قعدنا الاسئله الغريبه بجد كتيره، يعني دي لازم تكونوا عارفينها. سنس اوف بوزيشن طريقه ثانيه. وفي طريقه مهمه كمان دكتوره بدعه، يا جماعه مش احنا بنستخدم قطنه؟ القطنه بنستخدمها ليه؟ كروتش. طيب حلو، وانت التاتش دي مش فايدتها ماجنيفيكيشن؟ يا جماعه دي جاي عشان انا بكبر الاحساس باللمسه. طب وازاي القطنه بتخلي الاحساس باللمسه اسرع على الهيري اريا؟ اشمعنى هيري اريا يبقى الاحساس اسرع؟ عشان كل الطلبه بتقول ماجنيفيكيشن صح؟ هير فولكرز وهير فولكرز ريسبتورز. الاجابه للدكتوره بدعه زي ايه؟ ان الهير فولكر مش مجرد ريسبتور عادي، بيشتغل حاجه اسمها فولكرم. عارفين المفصله بتاعه المريح؟ زمان فاكرين يا جماعه في اعدادي وابتدائي كنا دايما بنقول ايه؟ الليفرز او الروافع، فيرست ديجري سكند ثيرد ديجري. عامه معلومات عامه، الرافعه دي بيبقى فيها مفصله، عارفين زي بتاعت الباب. ايه فايده المفصله دي؟ كل ما بتبقى المفصله دي اقوى، كل ما انت تحس بالستيمولس ده ايه؟ اسرع. فقالت ان الهيرف وركن بيشتغل كانه ليفر. دي الاجابه
ان دكتوره دافعه عايزاها. يا جماعه مش مجرد هير فوليكل ريسبتور عادي، تاني الهير فوليكل هو سبيسيفيك ريسبتور. عمل ايه؟ اشتغل كانه ليفرز زي الروافع العاديه بتاعت الفيزكس، عمل ماجنيفيكيشن للاحساس نفسه. خلاص دكتور، يعني هي ان الاجابه هي عايزاها عشان تبقى فاستر؟ ايوه، هي عايزه ان انت تقولي الكلمه دي على فكره، او الوصف ده مش وصف دكتوره جامعه او وصف، ده بيتقال للجلم في المرجع جلم عندنا. قايل الكلمه دي هير فوليكل اكت اس افكرم ويتش ماجنيفاي ذا سنس اوف ذا سنسيشن. دكتور ماشي، طب هو الريكشن اوف الديجنريشن ده المفروض ان يعني حاجه ما كده بتوع يعني ميكس اني فيه المفروض هكذا. بصي هو ليها كذا نقطه، حته الكروناكس دي حاجه، والحاجه الثانيه اللي انت لازم تقوليها عارفه اللي هو الانودال كارنت، يعني انا لو جبت المصل المشلوله دي ووصلت ليها سيل عارفه من الانود اللي هو القطب موجب البطاريه، هلاقي الاستجابه ليها ايه؟ ضعيفه جدا. طب اقول الكاثود ضعيفه جدا، بس بيقولوا حاجه في الفيزياء معرفش انت فاكراها ولا لا، لو انا وصلت عضله في اي مكان بالقطب الموجب ده وقفلت الدايره الكهربيه عارف حاجه اسمها كلوزنج كارنت. ايوه هو كان بيتكلم في الحته دي الانودال والكاثودال كلوزنج كارنت، دي موجوده في مجلس صبري انت لو عايزه ترجع لها مكتوبه في الكتب دي. الكروناكسي بتطول والاستجابه بين الكهرباء الانود والكاثود بتتغير، كل دي علامات ان المصل اتشلت. بس Thank you.